تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 بتضمينه كأهداف الاستعادة إلى أجل للتوازنات الكبرى والمحافظة على الدعم الموجه للشرائح الاجتماعية الأكثر حرمانا، بالإضافة إلى المحافظة على القدرة الشرائية للأسر بصفة عامة. تتمثل الفرضيات الأساسية المعتمدة في إعداد مشروع النص المعروض عليكم فيما يلي: سعر جبائي للبرميل النفط ب50 دولار أمريكي على امتداد الفترة 2020-2022. يستهدف هذا المشروع على وجه الخصوص إرسال المحاور المتعلقة به. أولا، التخفيض من نمط حياة الدولة بترشيد نفقات تسيير وخدمات الإدارات. ثانيا، ترشيد النفقات العمومية وكاد واردات السلع والخدمات. ثالثا، تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال. التسهيل على المواطنين المؤجرين الشاغلين لشقوق منجزة بمساهمة نهائية الدولة والمسيرة من طرف الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري وإدارات الأملاك الوطنية للقيام بدفع مؤخرات الإيجار والأعباء مستحقة وغير مدفوعة إلى 31 ديسمبر 2019 في أجل 3 سنوات ابتداء من الفاتح جانفي 2020.